بسم الله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد الفيصل، معالي الوزير الأستاذ الدكتور خالد الصمدي، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة والسيادة والقيادة، ضيوف الخيمة الأعزاء، أيها الحضور الكريم، سعيدة بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمنح شرف رعايته لهذه الدورة تحفيزا من جلالته على مواصلة النهوض بالشأن الثقافي عامة، وتعبيرا منه على ما يوليه للفن خاصة من سابق العطف وكريم الحبل وواسع الرضا وكبير الاعتبار. وإنه لمن يمن الطالع أن تنتصب خيمتنا اليوم بعد أن مدت لها الأسباب ورفع العماد، لتحضن صفوة من خيرة الأدباء والعلماء والمفكرين والسياسيين، وتقف شبيهة بهرم في بطحاء فاس في جو ربيعي حالم. أيها الحضور الكريم، كان موضوع الدورة الخامسة التي انعقدت بمدينة العيون الحبيبة هو الشعر العربي الشعبي، الدلالات الثقافية والأبعاد الجمالية. ولقد فتح ذلك الموضوع سبلاً للحوار وآفاقاً للنقاش، كانت وراء التفكير في طرح أسئلة الشعر والشعراء بحكم ما آل إليه وضع الشعر والشعراء في النسيج الثقافي الراهن. إن الشعر ضرورة يومية، إنه تأسيس للحلم، تجميل للحياة، توق إلى بناء الإنسان، تسجيل لإيقاع العصر، محرر من إصار الأنانية، منقذ من اليبس والجفاف، والشاعر مهذب للحواس، صاعد مع الأنفاس، فارق لأسطار المظاهر، مدرك لسر الحياة، مبصر للقفس الذي يخترق خصاص الحماية لتنهض مهما الثاقلت بظلمة الأعراق، راض بالسكن في البيت الشعري أو المقطع الحاد، على كرسي قلق من قافية وفي نفسه ألف حصرة على ماض قد انتهى ومستقبل لم يبدأ. إن من مهام الشعر الحقيقية أن يحول المسلمات إلى مساءلات، ويمزق الحجب التي تسد منافذ القوم. لذلك فإن اقتراح الخيمة لهذا الموضوع كان بقصد طرح مزيد من الأسئلة وتعميقها بالقدر الذي يوسع من هامش حضوري، عسى أن يساهم في إنقاذنا من التشيؤ في خضم الوجود اليومي والخضوع لرتابة الزمن المليء بالشكوك. ولعل في الأشعار التي سترهف إحساسنا، وفي الأبحاث التي ستنير عقولنا، وميضاً سيمتد شعاعه إلى خارج الإصال والأسوار. أيها الحضور الكريم، أرى لزاماً علي من باب الإشادة بالفضل ومن باب الواجب الذي تقتضيه شيمة الوفاء أن أذكر في هذا الموقف من كان له الأثر البالغ في تعهد الخيمة منذ أن دقت أوتادها الأولى، أوان كانت في حاجة إلى الدعم أكثر. وأبدأ بذكر ما تركه في هذه الخيمة مثقف سلطنة عمان الشقيقة، وعلى رأسهم معالي السيد عبد الله بن حمد المسعيدي، المسؤول الحكومي والمثقف الأكاديمي والدبلوماسي المحنك والخبير التربوي، سابق له صيته العلمي أنى يما سواء أعرق أو أشم، وباشر جميع مشاريع علمية مفيدة، وأدار مجالس أدبية فريدة، وأشرف وأبدع وألف، وناقش وجادل وأنصف، كشف عن المخزون الحضاري لعمان، وجعل محور اهتمامه الإنسان، ولم ينصح بالتأمين المشرع الشكلي سالكا سبل التدرج الواقعي. نافورة القرويين حفظت له عين أحمد، فجعلها إنسان عينه الأحد والأوحد. شكراً له من مخلص كريم أمجد. يتفضل السيد حسن السغوة، رئيس جمعية فاس، سيد مكتب فاس،
بتقديم درهم لمعالي السيد عبد الله بن حمد المسعيدي فليتفضل معالي. بشرى لنا إلا المنى bu akşam evinde sizinle birlikte beni ve sazımı da davet ettiği için çok teşekkür ediyorum kendisine. Sizlere çalıp söyleyeceğim için şeref duyuyorum, onur duyuyorum. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Şükran cezilen lil ustaza Luisa bi hadihi da'va khasatan fi beytiha وأشكرها أيضا لأنها جمعني معكم مع هذا الجمهور الرائع ويشرفني أن أخاطبكم بسازي هذا الآلة الموسيقية التركية يسمونها ساز بسازي وبصوتي شكرا جزيلا لكم Thank you.
sandım ki cennete düştüm. Yedim, içtim, helalleştim. Ne bağ duydu, ne bağmış. Bravo, bravo, bravo. Sen beni feda, sen beni feda.
البادي وعالنبي صليت ولي محمدي Oh,
من سبع عقلي